محمد علي بأنه ليس مع المقاومة في الوقت الحالي ضد الوجود الأمريكي، كما أكد عدم تورط جميع فصائل المقاومة بالعمليات العسكرية التي استهدفت السفارات والبعثات الأجنبية. في هذه اللحظة لست مع مقاومة مسلحة ضد الوجود الأمريكي هسه في هذه الأيام، بل أنا أستطيع أن أقول بثقة بالغة وبجزم قاطع أن فصائل المقاومة كلها بلا استثناء لم فصائل المقاومة، أنا ما لي علاقة بمن يزعم أنه من فصائل المقاومة أو يدعي بأنه من المقاومة، ليست متورطة في أي عملية عسكرية حصلت واستهدفت، وأكرر، لا منشآت عسكرية أمريكية بالرغم من أنها معتدية وارتكبت جرائم، ولا بعثات دبلوماسية بالرغم من أن السفارة الأمريكية هي قاعدة عسكرية كبيرة، لكن أستاذ نجاح عسكرية منها تدار المؤامرات، ولا منشآت أستاذ نجاح بالرغم من أنها هاي الفصائل تسرق النفط العراقي. الفصائل الجديدة